لما لمحت لماما إن المدرس بيتحرش بيا وأنا في الدرس، وإن إيده خبطتني في صدري وهو بيكتب كذا مرة، وطبطب على رجلي من تحت الترابيزة وبالرجلين وحاول يطلع إيده لفوق، بس لولا إنك دخلتي فجأة تجيبي له الشاي فشل إيده بسرعة. ماما أرجوكي مش عاوزة آخد درس معاه تاني. قالت لي معلش لازم نكمل معاه الترم ده عشان ما يسقطكيش، عشان ما يسقطكيش. لما الأم جت وطلبت مساعدة لبنتها، هي فعلا كانت فاهمة إنها حمتها من السقوط، إنها ساعدتها إنها ما تسقطش في السمستر ده، وكانت شايفة إن أصح حاجة الأم عملتها إنها تعدي الترم بسلام عشان المدرس ما يسقطهاش. ولما قعدنا واتكلمنا معاها أدركت إنها سقطت في المواقف المختلفة اللي هتعدي بيها ومش هتعرف تتصرف قدام، وسقطت في العلاقة اللي فيها كان توقع من البنت للأم إن الأم تدافع عنها. ولكن اللي حصل محتاجين نشوفه بطريقة مختلفة. ممكن ناس فينا تحس مدرس جوه البيت إزاي؟ 93% من المتحرشين جنسيا بالطفل من الدايرة القريبة بيبنوا علاقة مع الطفل، بيصاحب الطفل، عايز يقرب له، عايز يعرف هو بيحب ايه وما بيحبش ايه عشان يبتدي يملى الفراغ. دورنا كأهالي في المواقف ديت اني لو في مدرس بيجي لبنتي او ابني البيت ما بسيبش الباب مقفول، بعدي كل شوية. وطبعا لو بنتي او ابني حكولنا عن موقف زي البنت حكت عنه لازم اتصرف ولازم اخد خطوة. سقوط البنت في الموقف دوت فعليا كان إحباط حصل جواها، لأنها لما الأم عدت عليهم وهم في الدرس المدرس وقف ما كملش. فلما البنت راحت حكت كانت عايزة الأم توقف الاعتداء الفعلي اللي كان بيحصل عليها، كانت عايزة تخليه ما يجيش تاني البيت، لكن هو جه البيت كذا مرة بعد كده. بنتوقع ان الخطر بيحصل من ناس بعيدة، بيحصل من ناس بعيدة ومن ناس قريبة. احنا مش بنقول ان كل المدرسين بيعملوا كده، طبعا لا، احنا بنقول ان في ناس بتعمل كده وان الخطر موجود وقريب، بس رد فعلنا الصح بيفرق. لما بناخد موقف دفاع صح بيفرق، لما بنتحرك ناحية وقف الاعتداء عن ولادنا وبناتنا بيفرق. لو احنا كأهل تعرضنا لموقف زي دوت هنعمل ايه؟ 1، اسمع واسمعي قصة كلها للآخر. عمل كده كام مرة؟ امتى؟ ابتدى امتى؟ ايه الحاجات اللي عملها؟ 2، بصدق كل ملامح وشي بتقول اني مصدقة، كل ملامح وشي وجسمي بتقول لعيالنا ان احنا مصدقين. 3، بساعد، يعني بوقف الاعتداء، ببلغ، بروح اكلم اهالي اصحابنا تانيين ولادهم ممكن يبقوا تعرضوا لموقف شبيه، ببلغ في المدرسة ومش بسكت. لما بوقف الاعتداء انه يحصل انا مش بس بحمي عيالي، انا بحمي اطفال تانيين كتير. 3، بساعد ان انا وديه لحد متخصص يساعده ان الصدمة دي يطلع منها، ومش بس هو، احنا كمان بحتاج مساعدة.